من آداب الصيام أن يعتني الإنسان بآدابه التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنها أكلة السحور، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. أمر وبين الحكمة، تسحروا هذا فعل أمر، فإن في السحور بركة هذا بيان الحكمة من هذا الأمر بالسحور، من بركة هذا السحور. أولا أن فيه امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شك أن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه من بركاته، من بركة هذا السحور أنه فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب لا يتسحرون، يأكلون الطعام قبل منتصف الليل ويبدأون بالصوم من منتصف الليل إلى منتصف النهار، لكن المسلمين يأكلون السحور في آخر الليل. من بركته أنه يغذي الجسم طوال النهار ويتحمل الصبر عن الأكل والشرب حتى في أيام الصيف الطويلة الحارة، بينما الإنسان في غير الصيام تجده يشرب في اليوم 5-6 مرات ويأكل مرتين. لكن هذا السحور يجعل الله فيه بركة فيتحمل الجسم. من بركة السحور أنه عون على طاعة الله، يعني على الصيام، وكل ما كان عونا على طاعة الله فهو خير وبركة. أهم شيء الآن الذي أريد أن نفعله عندما يقدم لك السحور، استشعر الآن عندما تأكل أنك إيش؟ تمتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو مجرد تأكل عشان تقوي على الصوم، تمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا استشعر بأنك تتأسى به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتسحر ثم يقوم إلى الصلاة، وبينه وبين سحوره وبين الصلاة مقدار 50 آية، يعني يؤخر السحور عليه الصلاة والسلام. استشعر هذا يا أخي حتى يكون أكلك عبادة. أيضا استشعر أمرا آخر، وهو أنك بهذا تخالف أهل الكتاب. أهل الكتاب في مثل هذا الوقت صائمون، لأن المصومون من متى؟ من منتصف الليل، أما أنت الآن تأكل مخالفا لهم، لأن مخالفة أهل الكتاب رضا لله عز وجل، فإنهم أعداء الله، فمخالفتهم رضا لله تبارك وتعالى، وموافقتهم يخشى أن ينزل على الإنسان فيه السخط. ولهذا نهى عمر رضي الله عنه عن دخول الكنائس حين يتعبد فيها النصارى، وقال: أخشى أن تنزل عليكم السخطة. نعم إن شاء الله. ومن آداب الصيام أن يكون الإنسان شاغلا وقته بطاعة الله عز وجل، من الذكر وقراءة القرآن والصدقة والإحسان إلى الناس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن،
فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، اجعل عليك الخشوع والتعبد وقراءة وقرأ القرآن أكثر من قراءة القرآن، لأن شهر رمضان هو شهر القرآن. متى أنزل القرآن؟ في رمضان، إذن هو شهر القرآن، أكثر فيه من قراءة القرآن بتأمل وتدبر واستحضار بأنك تقرأ كلام الله عز وجل، كلام رب العالمين. أرأيتم لو أن إنسانا يقرأ كتابا ورد إليه من صديقه، ماذا يكون شعوره حين قراءته هذا الكتاب؟ نعم، يعني يستشعر بأن صديقه بين يديه. أيضا أن تقرأ كلام الله عز وجل، يا أخي تأدب، تأدب بأداب القرآن، بأداب القرآن، كأن الله يخاطبك الآن. إذا قال يا أيها الذين آمنوا، وأول من يدخلها أنت يخاطبك، فاستشعر هذا حتى يكون القرآن في قلبك عظمة. ولذلك يحرم على الجنوب أن يقرأ القرآن تعظيما للقرآن حتى يغتسل. يحرم على المحدث حدثا أصغر أن يمس القرآن حتى يتوضأ. يحرم على الإنسان أن يدخل المصحف في الأماكن القذرة كالحمام وشبهه إلا للضرورة. المهم أن القرآن كلام الله عز وجل، استشعر أنك حينما تقرأه تقرأ كلام رب العالمين عز وجل، ليس كلاما عاديا، إنه كلام الله. ومن آداب الصوم أن الإنسان يفطر مبكرا، من حين ما يغيب قرص الشمس أفطر ولو كان النهار واضح، إذا غاب القرص فأفطر سواء أذن ولا ما أذن. يعني لو فرض أنك في مكان عالي ورأيت الشمس قد غابت، غاب القرص والمؤذنون لم يؤذنوا، أفطر، لقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غربت الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وبادر بالفطر، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، معناه إذا لم يعجل الفطر فليس بخير، هذا مفهوم الحديث. أفطر على رطب، الرطب الآن الحمد لله متيسر، إن كنت في أيام الرطب فهو متيسر، وإن لم تكن فهو متيسر، لأن الناس يجعلونه في ثلاجات والفريزرات كأنه خلف الآن. فإن لم تجد فعلى تمر، فإن لم تجد فعلى ماء، حتى لو كان عندك طعام، لو كان عندك طعام آخر، خبز أو رز أو حلوى، لا تفطر عليه وعندك ماء، أفطر على الماء. طيب عندك حليب وماء، أفطر على الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسوات من ماء. طيب إن لم تجد، مثلا في بر غابت الشمس وليس عندك رطب ولا تمر ولا ماء، فعلى أي طعام معك، أي طعام. فإن لم تجد شيئا فالنية تنوي أنك أنهيت الصوم وقطعت الصوم، ولا حاجة أن تفعل كما يقول العوام، يقول العوام بالشماغك بالريق ثم أخرجه ثم أردده ومصه. نعم، لأن الريق إذا انفصل ثم رددته وبلعته أفطرت، لا لسه،
يسأل. فهذا ما له أصل، ما له أصل إلا إذا لم تجد أنه والنية كافية. وينبغي عند الإفطار أن تدعو الله سبحانه وتعالى بما شئت من خير الدنيا والآخرة. وإذا كنت في يوم حار صائف وأنت عطشان وشربت فقل ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل هذا. قيام الليل هو التراويح، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وإذا قام الإنسان مع الإمام حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة، ليلة كاملة والحمد لله وأنت على فراشك، وهذه نعمة. ولهذا لما طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتمم بهم الليل يقوم الليل كله، قال لهم إن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وأنت على فراشك. انتبه لهذا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إذا انصرفت فقوموا أنتم إلى الفجر إن شئت، مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بهم اليسر، أنهم خلاص ينهون قيام الليل بتسليم الإمام ولا حاجة أن يقوموا في آخر الليل. وإذا فعلوا ذلك أي قاموا مع الإمام حتى ينصرف كتب الله لهم قيام ليلة كاملة ولو كانوا نائمين على فرشه، فلله الحمد رب العالمين. الاعتكاف أيضا مما يتعلق برمضان، وهو أن يبقى الإنسان ملازما للمسجد من غروب الشمس ليلة 20 إلى غروب الشمس آخر يوم من رمضان ليتفرغ للعبادة، فهذا طيب وفيه أجر واقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن لم تيسر لكونك مشغولا بعائلتك والعائلة ليس عندهم من يقوم عليهم، فاشتغالك بهم ورعايتهم أفضل من الاعتكاف. أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والهداية لما يحب ويرضى.